سن الكبار. تابعنا وشاهدنا الشوط المفتوح، ذهب الشوط الأول والخنجر مع الشاهينية للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري إلى أهالي الغربية، والدرع أيضا ذهب إلى أهالي قطر لأهالي الشحانية بقيادة صغان محمد بن عبد الهادي بن نايف الهاجري. وها هي انطلاقة الشوط الثالث، والشوط الثالث يضم نخبة من الحول المحليات الأصايل لأبناء الغبايل. مسافتنا 8 كيلو في هذا المساء. نرحب بالجميع، نرحب بسمو الشيخ طحنون بن سلطان بن محمد آل نهيان لحضوره ومشاهدته هذا السباق. مرحبا بسموه في هذا المساء وهو يتابع هذا السباق من مهرجان زايد التراثي. مباشرة نسير مع مقدمة هذا الشوط لنوافيكم بالنتائج أول بأول والتغييرات طولة مسافة 8 كيلومتر وحتى خط النهاية. ولا يخلى هذا الشوط أيضا من الأثارة والمنافسة حتى خط النهاية. ها هي اللي في مقدمة هذا الشوط الشاهينية للسيد علي بن يمعة بن سعيد الرميثي على مقدمة هذا الشوط، وهي محتلة المركز الأول المركز الثاني. شواهيل للسيد عادل بن سالم الحميدي اليحافي وفي المركز الثالث. المركز الثالث نشوف اللي في المركز الثالث العنود بشعار صاحب المضمرين سعيد بن سلطان بن مرخان الاجتبي. وفي المركز الرابع، المركز الرابع حشيمة للسيد مسلم بن علي بن دري المنصوري. وفي المركز الخامس فدوة في المركز الخامس للسيد أحمد بن سيف بن علي الجعبي. وفي المركز السادس غالية، وهي غالية، ها هي غالية، لكن ينخطف المركز السادس في هذه اللحظات من قبل منصورة للسيد نواب بن نوح بن أحمد البلوشي صاحبة سيارة في مهرجان سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد الهيان في إمارة الشارقة على أرضية ميدان الزيد. يا سلام يا نواب، الله يوفق ويوفق الجميع إن شاء الله. ننتقل إلى المركز السابع، وفي المركز السابع في هذه اللحظات مياسة للسيد مطر بن سعيد بن عبيد الحميري. وفي المركز الثامن، المركز الثامن هنا اللي في المركز الثامن أراريمة للسيد محمد بن خلفان المزروعي. وفي المركز التاسع غالية، وهي غالية، عند مالك السيد سعد بن عنزان بن خاتم بن عنزان النعيمي، علقت عليها في سن الثنايا على أرضية ميدان الشحانية في ختام أميري بلادي قطر، وانتزعت السيارة بعرض جميل والناموس أهدته للسيد سعد بن عنزان بن خاتم النعيمي. واليوم مشاركة هنا في دولة الإمارات في ميدان الوثبة في عاصمة الميادين. مرحبا بضيوفنا في بلدهم الثانية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ننتقل إلى المركز العاشر، وفي المركز العاشر وقت للسيد حمودة بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري. وخذ وقتك يا حمودة، المسافة 8 كيلومتر يكفي للتصرفات ويكفي للسبوق والتغييرات في هذا الشوط وفي أسامي خلف المراكز العشر الأوائل. وترقبوها هناك عند الأمتار الأخيرة في الكيلو الأخير. على العموم نرجع إلى المقدمة، نرجع إلى الشاهينية. الشاهينية لا زالت على مقدمة هذا الشوط للسيد علي بن يمعة بن سعيد الرميثي على المقدمة منذ بداية انطلاقة هذا الشوط، وهي محتلة المركز الأول. ننتقل إلى المركز الثاني، فدوة في المركز الثاني، اسم حلو اسم جميل على المركز الثاني مع فدوة للسيد أحمد بن سيف بن علي الاجعبي. أكيد مالك شاعر صاحب أبيات وخواطر جميلة. ننتقل إلى المركز الثالث، وفي المركز الثالث شواهين مع اليحافي عادل بن سالم الحميدي الجحافي قادم من سلطنة عمان للمشاركة هنا مع شواهين. هي الآن في المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع حفلة للسيد سعود بن صالح بن حمد بن قمرة المري بشعار السندباد القطري. المركز الخامس العنود، في المركز الخامس
الخامس عنود الصيد متواجدة في المركز الخامس للسيد سعيد بن سلطان بن مرخان الاجتبي. وفي المركز السادس المركز السادس مياسة، مياسة الشكل، مياسة العود في المركز السادس في هذه اللحظات للسيد مطر بن سعيد بن عبيد الحميري. وفي المركز السابع منصورة، منصورة في المركز السابع في هذه اللحظات للسيد نواب بن نوح بن أحمد البلوشي. وفي المركز الثامن حشيمة، في المركز الثامن للسيد مسلم بن علي بن دري المنصوري. وفي المركز التاسع ريم، في المركز التاسع للسيد محمد بن خلفان بن راشد المزروعي. وفي المركز العاشر مودة، في المركز العاشر مرحبا بمودة، أول ندى المودة تصل وتخطف المركز العاشر للسيد سعيد بن جعفر بن مرخان الاجتبي. وترقب مودة مثل ما قلنا لكم هناك أسامي خلف المراكز العشر الأوائل، وهذه وحدة من الأسامي مودة وصلت وانتقلت إلى المركز العاشر في هذه اللحظات للسيد سعيد بن جعفر بن مرخان الاجتبي. نرجع إلى المقدمة. يا سلام يا سلام يا الشاهينية، الشاهينية لا زالت مسيطرة على مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات للسيد علي بن يمعة بن سعيد الرميذي على مقدمة هذا الشوط. فدوا في المركز الثاني، فدوا في المركز الثاني في هذه اللحظات، ها هي فدوا للسيد أحمد بن سيف الاتعبي على المركز الثاني. يا سلام، بدينا نصل إلى جسر العبور وبنشوف أول العابرات، 5 كيلومتر تخلصنا منهن، باقي 3 كيلومتر عن خط النهاية وعن الفوز وعن الناموس. والشاهينية أول العابرات، أول العابرات مع جسر العبور، ها هي الشاهينية للسيد علي بن يمعة بن سعيد الرميذي. يا سلام يا الرميذي، أعتقد هل السمح يراقبون أدى الشاهينية في هذا المساء. ها هي الشاهينية لا زالت على مقدمة هذا الشوط، فدوة في المركز الثاني للسيد أحمد بن سيف بن علي بن سعيد الاتعبي. وفي المركز الثالث، المركز الثالث نشوف اللي في المركز الثالث في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الأداء المتميز. المركز الثالث شواهين للسيد عادل بن سالم الحميدي اليحافي. وفي المركز الرابع، المركز الرابع حفلة تبى تحتفل في هذا المهرجان، حفلة للسيد سعود بن صالح بن حمد بن قمرة المري. وفي المركز الرابع مرحبا بالمملكة، مرحبا بالمملكة صاحبة الذهب، صاحبة الإنجاز، ها هي المملكة غادمة من المملكة العربية السعودية للمشاركة هنا على أرضية ميدان الوذبة في عاصمة الميادين في جائزة زايد التراثية. ها هي المملكة تغير إلى المركز الثاني للسيد محمد بن حمد بن سليمان آل جبريل مع المملكة في المركز الثاني في هذه اللحظات. والشاهينية لا زالت صامدة صمود الجبال السود، لا زالت على المقدمة منذ البداية وحتى هذه اللحظات، وهي تطمح بفوزي وناموسي هذا الشوط. لكن المملكة عندها كلام ثاني، بدأت تتسلل، بدأت تتسلل، بدأت تغير، بدأت تنتقل إلى مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات للسيد محمد بن حمد بن سليمان آل جبريل. والشاهينية، الشاهينية ردت بفارق راس إلى المقدمة مع المملكة، تحدي تحدي على المقدمة. يا سلام، معركة طاحنة بدون أي أوامر من الإخوان الملاك والمضمرين. لا زالت الأمور، لا زالت الأمور طبيعية حتى هذه اللحظات. ما حد فتح جهاز، ما حد حرك ريموت كنترول، الركض تلغاي والعرض تلغاي في هذا المساء. والمملكة على المقدمة، والسبوق تريح أعصابك تشتهر ويشيع طاريها، لو تعشيها على ثيابك يا بن جبريل ما تضيع مروتك في المملكة. ها هي المملكة كما عودتنا، عودت جماهيرها، عودت محبينها من عام إلى عام، تأتينا بالجديد والجديد. يا سلام يا المملكة، تغير وتنتقل إلى مقدمة هذا الشوط. لكن أرى شعار السندباد القطري غادم، غادم قدوم قوي مع حفلة، يبى يحتفل، يبى يحتفل مع هالي الشحانة
الإنسانية في هذا المساء إذا سمحت لها المملكة. لكن المملكة لا زالت ثابتة ولا زال العصا قوس، يا سلام ما صدرت عليها أي أوامر. لكن هنا حفلة تغير في هذه اللحظات. الفارغ راس إلى المقدمة، حفلة للسيد سعود بن صالح بن حمد بن قمرة المري. يا سلام يا سلام على هذا الأداء، الأداء المتميز في هذا المساء. المعركة طاحنة لكن لا زالت حفلة. المملكة بدوا الآن يحركونها، يفتحون السماعة على صوت الجهاز. هل بتذهب إلى خط النهاية؟ هل بتذهب إلى هال المملكة في هذا المساء من هنا من عاصمة الميادين من ميدان الوذبة؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا المملكة. المملكة 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 تغير، تنتقل إلى مقدمة هذا الشوط. لكن هل السلطنة غادمين والمملكة على المقدمة. اللحظات الأخيرة، اللحظات الحرجة، شواهين المملكة. بنقول سلام عليكم يا أهل المملكة، وسعد الله مساءكم بكل خير. تهانينا لأبو محمد، تهانينا من الأعمار، تهانينا للسيد محمد بن سليمان آل جبريل على فوز المملكة بالمركز الأول. المركز الثاني شواهين للسيد عادل بن سالم الحميدي اليحافي. المركز الثالث حفلة للسيد سعود بن صالح بن حمد بن قمرة المري. وفي المركز الرابع موده للسيد سعيد بن جعفر بن مرخان الاجتبي. وفي المركز الخامس حشيمه للسيد مسلم بن علي بن دري المنصوري. ياهو شوط استمرت المنافسه حتى خط النهايه. شاهدنا وتابعنا وياكم ساعه وصول المملكه تقريبا بعد 5.5 كيلو بعد 6 كيلو متر بدات تناوش وتغير وتنتقل الى مغدي هذا الشوط. وصلت ايضا حفلة غيرت شيء بسيط وردت المملكة واخذت المركز الاول. تهانينا لابو محمد، تهانينا على هذا الاداء المتميز للمملكة صاحبة العوايد صاحبة الانجازات. يا سلام، نفس العوايد في نفس المهرجان، ناقة معروفة لدينا نحن المذيعين والمحللين والجماهير. ها هي المملكة غنية عن التعريف بانجازاتها الاريقة دائما. ها هي المملكة تصل إلى خط النهاية، تتجاوز لوحة 8 كيلو متر في زمن وغدر 12 دقيقة 59 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد محمد بن حمد بن سليمان آل جبريل. سلاماتنا إلى هالي المملكة، واسعد الله مساكم يا أهل النعيرية. الذي وصلت في المركز الثاني شواهين أيضا ما قصرت، الله يقول الحق، قدمت عرض ما فيه الكفاية. قادمة من سلطنة عمان من رئيس مضيبي للمشاركة، من رئيس الأبيض للمشاركة هنا. قطعت مسافة 8 كيلومتر في زمن وغدر 12 دقيقة 59 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد عادل بن سالم الحميدي اليحافي، والذي وصلت في المركز الثالث. حفلة كانت بين قوسين تبى تحتفل مع أهالي الدوحة وإلى أهالي الشحانية. قطعت مسافة 8 كيلومتر في زمن وغدرة 12 دقيقة 59، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد سعود بن صالح بن حمد بن قمرة المري. تهانينا للجميع الذي فازوا في المراكز 10 الأوائل. تهانينا والنمو. Yes.